السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في محلكم لوكس كويزين بسوق قريعة. كما عودت لكم لوكس كويزين كل اسبوع فيديو جديد، تخفيضات جديدة واثمنة اللي كتكون جد مناسبة للجميع. قبل ما نبدا الفيديو هذا كنبغي نشكر جميع السيدات والاخوان والاخوات، يعني اللي ما كيبخلوش على التفاعل ديالهم بالكومونتير الزوينين ديالهم، بالدعاء ديالهم الزوين اللي كيخلينا دائما كيعطينا واحد التحفيز، كيخلينا دائما نقدم لكم احسن واروع ما كاين في السوق ومع اثمنة اللي كتكون جد منخفضة. ان شاء الله اليوم غادي يكون واحد الفيديو يعني مختلف على الفيديو اللي دزته من قبل، فيه بزاف ديال التوشيات زوينين. بغيتكم ان شاء الله تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تستافدوا من جميع العروض اللي غادي ندير لكم اليوم ان شاء الله، والف مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معنا تبارك الله وجدتكم واحد الطويبله مزوقه تبارك الله ما شاء الله، يعني الناس عارفكم ان شاء الله، يعني مع سيدنا رمضان ان شاء الله الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه والعافيه ان شاء الله. وباش ما تمنيتوا، بغيت اللي شاف هذا الفيديو يكومونتي لينا وكتب لنا اللهم بارك ومرحبا بكم. بالنسبه للموديلات اليوم ان شاء الله حاولت نوجد لكم العصارات ديال الفواكه، يعني المونينكسات، الناس اللي كيبغيو يطحنوا العصير ديالهم جبت لكم اليوم ان شاء الله توشيات زوينين ان شاء الله. جبت لكم هذا الموديل هذا كما كتشوفوا معنا، شي حاجه اللي كاليتي ما شاء الله. هو هذا على شكل تبراون، لا ماركنز غنيه عن التاريخ تبارك الله ما شاء الله. هي هاي الشيء اللي كيكون في المحلبات. هذه بالنسبه للثمن ديالها قدرت فيها واحد الثمن زوين بزاف تبارك الله، هذه عاود 450 درهم ان شاء الله. اليوم غادي ندير لكم 300 درهم 6000 ريال، هذه 300 درهم، هذه بحال الشكل ديال البراون اللي كتكون في المحلبات، خدمه نقيه وحاجه ممتازه ما شاء الله، هذه 300 درهم 6000 ريال. حاولوا اللي عجبو شي منتوج يحاول سكرينيه، ولا ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو غادي نخلي لكم علي النمره ديالي باش تواصلوا معنا، ماشي مشكل، مرحبا بكم. كاين عاوتاني هذه بالنسبه للثمن ديال درنا 300 درهم 6000 ريال. كاين عاوتاني هذا الموديل هذا، هو كما كتشوفوا معنا شي حاجه واعره تبارك الله ما شاء الله، هذه راه فيها اربعه فيتاسات، خدمه نقيه وحاجه ممتازه ما شاء الله. بالنسبه لواط ديالها راه فيها 800 ديال الليوات، لا مارك سوكاني، فيها عام ديال لا غارونتي من ناحيه الخدمه، وخدمه معتبره ما شاء الله، هذه راه بروفيسيونال ماشي داكشي العادي اللي كاين في السوق. هذه الثمن ديالها 350 درهم اللي كانت، اليوم ان شاء الله غادي تاخذها ب 300 درهم 6000 ريال. هذه راه فيها تركاز ديال العطريه ديالها، هو هذا الكاز زاج وتدي العطريه تاهو راه زاج، المهم الثمن 300 درهم 6000 ريال. وكاين عاوتاني هذا الديزاين هذا تبارك الله ما شاء الله، لوين فيها كيفاش داير، كتجيب هذا النوار هذا وبهذا الذهبي، اخر لون تبارك الله ما شاء الله، لا مارك بريما كويزين، هذا لا مارك ديزاين ديال الطاليان، خدمه نقيه وحاجه ممتازه ما شاء الله، فيها الفيتاس الاول، فيها الفيتاس الثاني، الموطور ديالها اير وان، شي حاجه اللي كاليتي ما شاء الله. بالنسبه للثمن ديالها هي كدير لكم مثال 300 درهم 6000 ريال، هذه الكاز ديالها راه فيها ايطر ونص، وبالنسبه للالوان فيها الذهبي والكحل، وفيها تلقري والكحل، اللي يعجبو اي لون راه الف مرحبا بكم. بالنسبه للثمن هي 300 درهم 6000 ريال. وكاين هذا الموديل هذا لا مارك تاهو كذلك ومثال سوكاني، فيه ثلاثه الفيتاسات، ها هي هذه فيها تي ديال الثلج، ها هي كما كتشوفوا معنا. بالنسبه للثمن ديالها درنا لها ثمن زوين بزاف اللي هو 250 درهم 5000 ريال، هذه في عاود 300 درهم، اليوم ان شاء الله غادي تاخذوها 250 درهم. شنو عاوتاني مازال كاين هذا الموديل هذا، ها هو هادي ديزاين خطير، بغيت كلشي يستافد من هاد العرض هذا. هادي تبارك الله الديزاين ديالها كيفاش كيبان لكم، يعني شي حاجه اللي واعره ما شاء الله. ها هي غادي نحاول ان شاء الله نقرب لكم عن قرب، ها هي غير يعني شهوه منكم انكم تحطوها غير في الكوزينه تعطيكم انا واحد المنظر واعر تبارك الله ما شاء الله. هادي راه فيها ايترو ونص في الكاس ديالها، كتعطي واحد الليد ملي كتخدم، كتعطي واحد الليد هنايا، الصراحه الماء ديالها راه ساهله ماهله، غير هذه زيدها في واحد الخدمه على هذا الشكل هذا، هذه الكاس ديالها انكسابل يعني واخا يطيح ما يوقع ليه والو، وكاينه حتى هذا الشكل هذه كتجي معاه، بغيتي تطحن غير شي حاجه خفيفه كتخدم هذه بوحدها بلا ما تخدم كاس كبير، هذه بوحدها راه كتخدم، ها هي كما كتشوفوا معنا كتخدم ساهله ماهله، وملي كتخدموها مثلا بغيتو ديوها معاكم راه كتخرجوها معاكم، يمكن لكم تخرجوها معاكم بهذه الطريقه هذه، كتحيدوا لها هذه باش طحنات وكتركبوا هذه كتشكلوا لها على شكل قرعه، ها هي خدمه نقيه وحاجه ممتازه ما شاء الله، وفيها حتى الكاس ديال العطريه ديالها كما كتشوفوا معنا، ها هو وتوا كذلك وميتر راه انكاسابل، يعني بالنسبه للوليدات ما عندكمش مناش تخافوا. وبالنسبه للثمن ديال هذه كديرها 450 درهم، اليوم ان شاء الله غادي تاخذوها من عندي ب 350 درهم 7000 ريال. هذه راه ديزاين مخير، بغيت كلشي يستافد منه، لا مارك دي اس بي راه غنيه عن التعريف، بروفيسيونال، شي حاجه اللي معتبره ما شاء الله. بالنسبه للناس اللي كيسولون على الكافيتير ديال القهوه، حاولت نوفر لكم هذا الموديل هذا، لا مارك دي اس بي، يعني غنيه عن التعريف، شي حاجه اللي مخيره ما شاء الله. هذه الخدمه راه ديالها سهله، امين كتخدم امين كتطفى، مثلا بغينا نديروا 4 طاسات
راه كنخويو الماء هنايا كما كتشوفوا معنا هنا كنخويو الماء هنايا 4 طاسات يعني الماكسيموم ديال 4 طاسات كنديروا 4 طاسات هنايا وهنا راه كدار القهوه ها هي المعلقه كدار القهوه بغينا نديروا مثلا 6 طاسات كنوصلوا حتى مثلا هنا بغيتي ديروا حتى 12 طاسه الماكسيموم ديالك توصل مثلا هنا صافي كدير القهوه هنايا كتسدوا من هنا كتوركوا على هذه صافي كتقطر لكم القهوه ديالكم وبالصحه والراحه كيخرج لكم القهوه ديالكم هنا بالصحه والراحه. بالنسبه للثمن ديال هذه درت واحد الثمن زوين بزاف اللي هو 300 درهم 6000 ريال عاود 350 درهم يوم ان شاء الله 300 درهم هذه راه فيها 12 طاسه الماكسيموم ديالها خدمه نقيه وحاجه ممتازه 6000 ريال الثمن ديالها. وبالنسبه للناس اللي بغاو قطاره يعني ما تكونش كافيتير تكون قطاره على هذا الشكل جبت لكم هذا الموديل دائما مع لا مارك دي اس بي الديزاين ديالها واعر تبارك الله ما شاء الله. الناس اللي كيعشقوا شي حاجه زوينه اللي كيبغيو يعني يتهلاو في الكوزينه ديالهم كيبغيو يتهلاو في الحباب ديالهم كيبغيو يعطيهم شي قهوه تكون واعره جبت لكم هذا الموديل هذا راه شي حاجه خطيره بغيت جميع الناس يستافدوا منها. ها هي كما كتشوفوا غير الديزاين ديالها تبارك الله يعني عشرة غير تشوف فيها هذا تحطه غير في الكوزينه ديالك فغيعطيك غير واحد النايضه هذه راه يعني كتحل على هذا الشكل هذا راه كتخدم يعني كيف ما بغيتي بغيتي ديال البودر بغيتي القهوه العاديه اللي عجبك هذا راه هو ديال الحليب تخدم هنا راه كيدار الماء تخدمها بالبريس كتخدم عاديه. بالنسبه بغيتو طاسه وحده هنا ملي كتخدمو ملي كتطفى بغيتو طاسه وحده كتوركو على هذيك دير لكم طاسه وحده بغيتو جوج طاسات كتوركو على هذه الخدمه ديالها ساهله ماهله وشي حاجه اللي مخيره ما شاء الله. وبالنسبه للثمن عاود درنا فيها الثمن زوين بزاف اللي هو 900 درهم 18 هذه كنا كنبيعوها ب 1100 درهم ودوزت لكم واحد الفيديو سابق راه دوزناها ب 950 درهم. اليوم ان شاء الله رغم الغلاء ديال السلعه ولكن كنحاولوا ان شاء الله نديروا الماكسيموم باش نوفر لكم السلعه باحسن الثمن. هذه ب 900 درهم 18 فري بهذا الديزاين وبهذا لاكاليتي 900 درهم 18 فري يعني ثمن معتبر. جبت لكم عاود ثاني القلايات الهوائيه الناس اللي سولوا على القلايات الهوائيه ان شاء الله حاولت نوفر لكم يعني شي حاجه مخيره. هذا الموديل هذا لا مارك سوكاني كما كتشوفوا معايا هذه فيها 8 ايترو البول ديالها تبارك الله راه يهز لكم يعني الدجاجه ديال 3 كيلو هنايا حتى الدجاجه الصغار خدمه نقيه وحاجه ممتازه ما شاء الله. هذه راه فيها 8 ايترو يعني الخدمه ديالها راه سهله ماهله. بغينا مثلا نديروا الفريت راه كنوركوا على الفريت بحال هكا الوقت كنقصوا وكان الحراره هي هذه كنقصوا كنزيدوا كيف ما بغينا. بغينا المكانه راه كنقصوا وكنزيدوا كيف ما بغينا. بغينا مثلا نديروا الفريت ها هو بغينا نديروا الدجاج بغينا نديروا بوزروك بغينا نديروا كيكه بغينا نديروا اللحام الحوت اي حاجه بغيتي ما كاينش مشكل كتعطيك الحراره ديالها ديريكتومون وكتخدموا من هنا راه ساهله ماهله. ها هي دابا راه خدامه كما كتشوفوا هذه النقطه كيخدموا لكم خدامه خدمه نقيه وحاجه معتبره ما شاء الله. والكابيسي ديالها تبارك الله راه كبير كما قلت لكم. بالنسبه للثمن درت واحد الثمن بزاف اللي هو 999 درهم يعني 1000 درهم 8 ايترو خدمه نقيه وحاجه ممتازه ما شاء الله. الثمن كما قلت لكم 1000 درهم 20000 ريال. كاين هذا الموديل عاوتاني كاين هذا الموديل عاوتاني ديال 6 ايترو يعني عائله صغيره يمكن لكم تحتفظوا بهذا الموديل هذا راه فيه 6 ايترو خدمه نقيه تبارك الله وحاجه معتبره لا مارك كنزرة غنية عن التعريف. هذه عاود 850 درهم اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم 800 درهم 16 ريال هذه 16 6 ايترو 800 درهم 16 ريال راه كانت عندنا من قبل كنا دوزناها ب 750 درهم اليوم ان شاء الله راكم عارفين مع الزياده ديال السلعه وداك الشيء اليوم ان شاء الله غادي تولي هذه ب 800 درهم 16 ريال. الناس اللي خدوها من عندنا راه غادي يكتبوا لكم يعني في الكومنتيرات كيف جاتوا في الخدمه راه شي حاجه اللي خطيره ما شاء الله في الخدمه ديالها. هذه 800 درهم 16 ريال وجبت لكم عاوتاني واحد الموديل جديد ها هو هذه كاين هذا الموديل هذا هذه فيها تبارك الله 8.3 عبار كبير غير هذه فاش يعني موديل جديد هذا مارك راف غني عن التعريف فيها 8 ايترو كما قلت لكم دجاجه 3 كيلو هنايا فيها التشبيكه مثلا بغيتو ديروا يعني ملي كديروا الدجاج هذاك اللي دام كيهبط لك من التحت غير هذه فاش زايده على هذه الموديلات الاخرين اللي وليتكم هذه يعني ديزاين جديد هذه فيها يعني حتى الميزان بغيتو مثلا تعبروا شي حاجه راه فيها الميزان ها هو. بغينا مثلا نرجعوها للصفر راه كترجع للصفر ها هي. بغينا نعبروا مثلا نحطوا يعني تحطوا نتوما اي حاجه بغيت تعبروا حنا نجربوا مثلا غير بهذه الاله ديال الحساب ها هي فيها 175 175 غرام. بغينا مثلا نحتفظوا بهذا العبار هذا راه كنعاودوا يعني كنقادوا ترجعوها للصفر واخا حاطين هذا العبار هنا وكنعرفوا شنو زدنا يعني داكشي اللي غتزيدوا كتعرفوا شنو زدتوا وراه خدمة ديالها ساهله وماهله بالميزان خدمه نقيه تبارك الله. بغيتو مثلا ديروا هذا الميزان هنا ملي كيخدم وما كيسالي بغينا مثلا نديروا الفريت ها هو بغينا نديروا كيكه
بغينا نديرو ستيك، اي حاجه بغيتو، البوزروك، اي حاجه بغيتو. من هنا ملي كتبدل يعني خدمه معتبره، الخدمه ديالها راه سهله ماهله. ملي كتخدم هي دابا راه خدامه، كتبت لكم هاد الفرفره كدور، عارفه راه خدامه، خدمه نقيه وحاجه معتبره ما شاء الله. بالنسبه للثمن ديالها درنا فيها واحد الثمن زوين اللي هو 999 درهم، يعني هادي 1000 درهم ان شاء الله باش كتبقى لكم خدمه نقيه وحاجه ممتازه ما شاء الله. بالنسبه للعبار ديالها راه فيها 8 اترو و300. هاد لامارك الراف راه غنيه عن التعريف، الكاليتي ديالها واعره ما شاء الله، الديزاين ديالها كيفاش مخدوم. اللي عجبتكم راه الف مرحبا به. وجبت لكم عاوتاني هذا الموديل هذا، ها هي كيما كتشوفوا معنا هنايا، هذه يعني هذه مانيال ماشي طاكتيل، هذه مانيال، هذه دايره دائريه. الخدمه ديالها تبارك الله راه ديزاين واعر، اخر ما كاين في السوق تبارك الله ما شاء الله في القلايات الهوائيه. كتحل على هذا الشكل، ها ملي كتحل هذه دائريه، هي راه كدير لكم مثال فيها يعني الصفايه ديالها علاش تهبط لكم داك الشيء يهبط نقي. ها هو ديروا فيها دجاجه ديال 3 كيلو هنايا، ديروا فيها جوج دجاج صغار، ديروا فيها كيكه دايره، ديروا فيها بيتزا، اي حاجه بغيتوا. هذه مخيره ما شاء الله، فيها الفونتيلاتور هذه فيها الفرفاره، والديزاين ديالها يعني خدمه معتبره وسهله بالخدمه ديالها، يعني ما فيهاش شي حاجه اللي صعيبه. مثلا بغينا الفريش كنديروا 200 درجه اللي هي هذه، وكنديروا مثلا هنا من 20 دقيقه ل 15، نحاول نديروا حنا مثلا 15 دقيقه. دابا هي خدامه، ها هي كما كتشوفوا معنا، وفيها حتى البوله كما كتشوفوا معايا، فيها البوله كيبان لكم داك الشيء كيفاش كيطيب لداخل، يعني البوله راه فيها البوله تبارك الله ما شاء الله كيفاش كيطيب داك لداخل. دابا البوله هي طفات، يعني خدمه معتبره. وبالنسبه للثمن غندير لكم واحد الثمن زوين بزاف، هذه راه كنا بعناها ب 1200 درهم، 1100 درهم. اليوم ان شاء الله غندير لكم واحد الثمن زوين بزاف اللي هو 900 درهم 18 ريال، هذه 900 درهم 18 ريال بهذا الديزاين وبهذا الكالاتي، والف مرحبا بك. هادي 18 ريال كما قلت لكم. كاين هذا الموديل هادي بالنسبه للعائله الصغيره، جبت لكم هذا الموديل تاهو راه واعر ما شاء الله. هادي فيها 4 اترو، حاجه اللي راقيه ما شاء الله تبارك الله، اللوين ديالها كيفاش، هذا عشاق تحطو غير في الكوزينه هذا بلا ما تخدمو ما والو. حتى هي راه مانيال سهله، فيها 4 اترو. بالنسبه للثمن، الثمن ديالها زوين بزاف، هادي راه 650 درهم، هادي ديال الدرويش، هادي ديال الدرويش اللي بغا يستافدو منها راه الف مرحبا به. شفتكم عاوتاني واحد الموديل هذا، اجي تدخل معايا سياسي هنا، هادي اللي بغيت كلشي يستافد منها، هادي تبارك الله راه فيها 5 اترو، هادي فيها اشوار وفيها عجانه، اشوار وعجانه، هادي غتسهل عليكم الخدمه. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروها اشوار غيخدموها بهذا الشكل هذا، بغيتي تخدم مثلا ديال اللحم كتورك على هاد الفيتاس هذا، بغيتي دير ديال العجين كتورك على هاد الفيتاس هذا، بغيتي دير ديال الخضره كتورك على هاد الفيتاس هذا، خدمه نقيه وحاجه ممتازه ما شاء الله. ها هو كما كتشوفوا معنا، هادي راه فيها 6 ديال لي ماس تبارك الله، ها هما 6 ديال الماس، شي حاجه اللي كاليتي ما شاء الله. البول ديالها راه فيه 5 اترو، القوه ديال المحرك ديالها راه فيها 3500 ديال لي وات. بغيتو تخدموا العجانه سواء في الزاج بحال هكا، ولا بغيتو تخدموها يعني في البلاستيك في الاينوكس اللي بغيتو. نجربوا حنا مثلا غير هنا الزاج، ها هو هذا هو اللي كتعجنوا به، هذا يمكن لكم ديروا به الكريب، ديروا به مسمن، ديروا به الحلوى، اي حاجه غير ينفعكم بزاف. هادي يعني بلا ما تخدموا ديك العجانه الكبيره، غير هادي راه تقدر لكم مخيره تبارك الله ما شاء الله، وكاليتي اللي ممتازه. ها هي غنخدموا على هذا الشكل هذا، بغينا مثلا دابا حنا درنا على اساس باش تعجن لينا، غادي نوركو على هادي، ها هي غادي نوركو على اساس العجينه، غادي نوركو على هادي على اساس العجينه. بغينا مثلا نخدمو على الشكل ديال اللحم، غادي نحيدو هادي، غادي نديروها هنا ان شاء الله باذن الله. ها هي وكنخدمو على حساب اللحم، وكنخدمو على حساب الخضره، اي حاجه بغيتو. وبالنسبه للليوات ديالها راه فيها 3500 ديال الليوات، هو ديال المحرك ديالها 3500 ديال الليوات، يعني شي حاجه اللي كاليتي ما شاء الله. وكيجي مع هاد السوس يعني على حساب هذا، كيتحط فوق الزليج وداكشي باش ما يطبع لكم ما والو، فيه يزلق ما والو، وخدمه نقيه وحاجه ممتازه. هادي تبارك الله راه فيها 5 ديال الليترو، 5 لتر قياس كبير. وبالنسبه للثمن هادي في العوض ب 450 درهم، اليوم ان شاء الله غادي نديرلكم واحد الثمن زوين بزاف اللي هو 350 درهم 7000 ريال، هادي 350 درهم 7000 ريال. وبالنسبه لجوج كيسان معاها، راه كيجي الكاس زاج، كاس اينوكس وكاس زاج، هادو بجوج معاها. والموتور ديالها كما قلت لكم تبارك الله راه ثقيل ما شاء الله، القوه ديال المحرك ديالها راه 3500 ديال الليوات. بالنسبه لعجب المنتوج راه الف مرحبا به. وجيت لكم عاوتاني هذا الموديل هذا، هادي اخر ما كاين في السوق، هادي كتخدم ميكسور تبارك الله ما شاء الله، واول مره كنشوف يعني انا تبهرت به صراحه. ميكسور يعني كتزيدوا في السرعه ديالو نتوما كيف ما بغيتوا، اغلب الميكسورات
يعني كيكون السرعه ديالو محدوده، كتخدموا السرعه ديالو محدوده. هذا لا، كتخدموه وكتزيدوا في السرعه وكتنقصوا كيف ما بغيتوا نتوما على حسب الخدمه اللي بغيتوا نتوما. واخا فيه جوج فيتاسات كتخدموا السرعه كيف ما بغيتوا. علاش درنا فيه هذا الفيتاسات باش كيتزاد؟ حيت كيخدم لينا ميكسور على هذا الشكل، هذا راه اينوكس 4 الشفرات تبارك الله ما شاء الله، وكيخدم لينا حتى هاشوار، يعني ميكسور وهاشوار في نفس الوقت. بغيتو ديرو هاشوار بغيتو ديرو ميكسور، يمكن لكم تخلطوا اي حاجه كيف ما بغيتو. هذا موديل جديد في السوق، خدمه نقيه معتبره ما شاء الله. بغيت يعني سيدنا رمضان قريب ان شاء الله اللي يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه والعافيه ان شاء الله. حاولت نوجد لكم شتويشيات اللي غادي ضروري تستافدوا منهم ان شاء الله، غادي تستافدوا منهم، خدامين لكم بزاف. هذه راه فيها يعني الهاشوار ديالها تبارك الله راه فيها اربعه الماس، ها هي اربعه الماس. ديروا الربيع ديروا اللحم اي حاجه بغيتو، وخدامه مثلا غير بهذا الميكسور هي باش تخدم. ها هي كما كتشوفوا معنا، هذا هو باش غادي تخدم فيتاس الاول والثاني، وكتزيدوا في السرعه ديالو كيف ما بغيتو. وبالنسبه لهذه درنا واحد الثمن زوين بزاف، اللي هو 250 درهم. هذا ثقوا بيا تباع هذا ب 400 درهم، كنشوف بعض القنوات كيديروا ليه 400 درهم، الله يسهل على كل واحد. المهم اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم 250 درهم، هذا 250 درهم، فيه ميكسور وفيه هاشوار. اللي يعجبكم راه ألف مرحبا بكم. عقلوا لي هاد الارتيكل اللي دورتكم اليوم راه آخر ما كاين في السوق صراحة. هادي راه تمكن لكم كيما قلت لكم هاشوار، عجانك ديروا بأي حاجة بغيتوا، بغيتوا ديروا كريب، بغيتوا ديروا حلوى، أي حاجة بغيتوا. هادي راه خدام لكم مليار في المية. هذا حتى هو كيما قلت لكم يعني كتزيدوا وكتنقصوا كيف ما بغيتوا، ميكسور وهاشوار في نفس الوقت. بالنسبة للثمن ديال هادي راه 250 درهم، والكبيرة ديال 5 لتر راه 350 درهم. كاين عاوتاني هاد الموديل هذا كيما كتشوفوا معنا، هادي فيها 3 لتر فتبارك الله، يعني ما شاء الله الماس راه كيكونوا مضاوبين ها هما كيما كتشوفوا معنا، فيها ثلاثة الماس زايدين فتطراب ديال الكيكا وداك الشيء. هذه الثمن ديالها 180 درهم، فيها 3 لتر 180 درهم، 3600 درهم. وبالنسبة للفيتاسات راه فيها 5 الفيتاسات، فيها الأول فيها الثاني فيها ديال العصير وفيها ديال الطراب اللي بغيتو ديروا حلوى وداك الشيء، وفيها الفيتاس الخامس بغيتو تزيدوا شي حاجة. المهم 5 الفيتاسات، وعندكم حتى اللي من تشدوا اللي بغيتو تشدوا، ها هي 3 اترو في البول ديالها 3 اترو، الثمن ديالها 180 درهم 3600 درهم. وكاين عاوتاني نفس الديزاين نفس الموديل، غير هذه فيها جوج كيسان، كاس زاج وكاس اينوكس، نفس الماس يعني نفس لاكاليتي، 5 الفيتاسات، الثمن ديالها 199 درهم. هذه 180 درهم ديال كاس واحد، بالنسبة لجوج كيسان راه كتبقى لكم 200 درهم 4000 ريال. اللي عجبو أي منتوج راه ألف مرحبا به. جبت لكم عاوتاني هذا الموديل هذا تبارك الله ما شاء الله، آخر ما كاين في السوق، تراب وميكسور في نفس الوقت. يعني الناس اللي كيبغوا يديروا الحلوى وداك الشيء هذا طربوا، انا نوريكم كيفاش كيخدم. الخدمه ديالو ساهله، بغينا نخدموا ميكسور كنحلو من هاد البلاصه هادي وكنديروه ميكسور على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا، كيرجع لنا ميكسور ها هو كيولي ميكسور، كنخدموا به كيف ما بغينا. اي حاجه بغيتو ديروا ديروا به اي حاجه، كريب بغرير اي حاجه كيكه اللي بغيتو ميكسور، يعني اي حاجه بغيتو. وبالنسبه بغيتو ديروه الطراب راه كيرجع لكم الطراب ها هو، وفي حتى الصوب يعني السيبوره ديالو كتحطوه ما كيشد لكم يعني لا بلاصه لا والو. بالنسبه للخدمه ديالو راه سهله مهله كيف ما بغيتو ديروا ليه. من هنا ملي كيتحل ها هو كتوركوا عليه هذه باش كتحيدوه، ها هي يعني ملي كتدخلوا بغيتو تخرجوا يعني هذا كتوركوا عليه هذه باش كيحيد، ها هي هادو يعني راه كيتركبوا كيف ما بغيتو نتوما. راه كيخدم عادي ساهل ما في الخدمه ديالو، فيه اربعه فيتاسات، ودرنا فيه واحد الثمن زوين اللي هو 200 درهم 4000 ريال، عاود 300 درهم درنا ليه 200 درهم. وفي حتى السيبوره ديالو اللي بغيتو تحطو راه كيتحط عادي باش ما يشد لكم لا ليسباس لا والو، ها هو يعني كيتحط عادي بالسيبور ديالو. هذا 200 درهم 4000 ريال، لا ماكسو كاني غني عن التعريف، خدمه نقيه وحاجه ممتازه ما شاء الله. هذا درنا ليه اليوم 200 درهم 4000 ريال. اللي عجبو اي موديل حاول سكرينيه، ولا اللي ما عرفش مثلا سكرين بالتليفون راه غادي نخليكم النمر ديالي ان شاء الله في اخر الفيديو، خاصه بالكومود. الناس اللي كيكونوا على برا كازا يمكن لكم يعني تواصلوا معنا ونسيطوا لكم السلعه ديالكم في ما كنتو، ما كاينش مشكل، مرحبا بكم. وعطونا غير الكومود اللي بغيتو راه الف مرحبا بكم ما كاينش مشكل. واللي بغى يجي للمحل راه الف مرحبا به. المحل ديالنا راه كيكون في سوق القريعه، بلوك بيزا اتمرين زرابون حيسيه. سولوا لاسماعيل ولا سولوا على دكاله كويزين ولا سولوا لاسماعيل وعبد الرحيم راه يجيبوكم حتى المحل، والف مرحبا بكم. كاين عاوتاني هذا الموديل هذا فيه ميكسور وفيه طراب على هذا الشكل هذا، وفيه حتى هاشوار باش ديروا هاشوار وميكسور. واخا كثرت لكم شويه هاشوارات اليوم، كنحاول يعني نشارك معكم كل شيء باش تكونوا انتم تستافدوا من جميع يعني من جميع البروموات اللي كندير معكم. المهم هذا فيه ميكسور فيه طراب وفيه هاشوار
وفي تلك الكاس ديالو كيخدم على هذا الشكل هذا، خدمه نقيه وحاجه ممتازه ما شاء الله. وبالنسبه للكاس راه فيه العبار، اي عبار بغيتي ديرو راه كديرو ما عندكمش مشكل، خدمه نقيه وحاجه ممتازه ما شاء الله. بالنسبه للثمن ديال هذا اللي فيه الثمن زوين بزاف اللي هو 199 درهم، عاود 250 درهم درنا لكم 199 درهم. اللي عجبو اي منتوج راه الف مرحبا به. الناس اللي سولونا على الطحانه ديال التوابل ديال العطريه، خدمه نقيه وحاجه ممتازه ما شاء الله. هذه راه فيها 400 غرام وهذه فيها الكيلو، الناس اللي بغاو اي قياس بغيتو الف مرحبا بكم. بالنسبه لهذه راه فيها يعني 400 غرام، كتجي على هذا الشكل هذا، كتحرك كيف ما بغيتو، وكاينه حتى الكبيره ديالها ديال الكيلو. بالنسبه لديال 400 غرام درنا لها 750 درهم، كتجي معها حتى الموز ديالها زيت، شربونات زايدين، الفاتيش شويته، كلشي ديال الفيازه كله زيت. ديال 400 غرام درنا لها 750 درهم، وديال الكيلو درنا لها 900 درهم 18 فريد. اللي عجبو اي منتوج راه الف مرحبا به. الخدمه ديالها راه ساهله ماهله، كتخدم على هذا الشكل هذا، ها هي كما كتشوفوا معنا، هذه 400 غرام، وديال الكيلو راه هي هذه، ها هي خدمه معتبره ما شاء الله. كنحاول ان شاء الله نشارك معكم اي حاجه، يعني الكبيره ديالها كيجي مع الغربال ديالها ديال الكيلو، كيجي مع الغريبين ديالها. اللي عجبكم راه الف مرحبا بكم. فيتاسات تبارك الله راه فيها حتى 8 فيتاسات، الثمن ديالها 900 درهم 18 ريال، وبالنسبه لدير 400 غرام دايره 15 ريال. اللي عجبو اي منتوج راه مرحبا به. كاينه عاوتاني البريسه ديال الليمون، سهله ماهله هذه، يعني العمليه ديالها راه سهله وبسيطه، اي واحد يمكن لي يعصر الليمون هنايا. هادي فيها كيكونوا يعني فيها جوج بياسات، راه مازال بياسه ديالها راه كاينه في الكرطونه ديالها، واحده ديال الحامض وواحده ديال الليمون. الثمن ديالها درنا بحال الثمن زوين بزاف اللي هو 120 درهم 2400 درهم، راه فيها عطر وميتين في العبار ديالها. شنو عاوتاني ما دوزناش، كاين عاوتاني هاد لابلاك هادي، بغيت كلشي يستافد من هاد لابلاك هادي، خطيره ما شاء الله. هادي ديال الضو، فيها يعني تشوي فيها، كدير فيها اي حاجه هنايا، وبغي يديروا مثلا شي حاجه ديال لي صوص هنايا، راه خدمه نقيه وحاجه معتبره ما شاء الله. كما كتشوفوا معايا هنا في الصوره، ها هي كما كتبان لكم كلها غرانيت، خدمه نقيه وحاجه ممتازه ما شاء الله. فيها حتى المجير ديالها اللي كيجي على حساب ليدام، كيكون هنايا ها هو المجير كيدخل هنايا على حساب هاد ليدام اللي كيهبط. كلها غرانيت، هاد الغطا ديال الزاج هادي لاصقه فيها هنا، يعني مخدومه مع كلها غرانيت ما شاء الله. الخدمه ديالها راه سهله وبسيطه، يعني كتخدم على هاد الشكل هذا، ها هو كيما كتخدم على هاد الشكل هذا، بريز عادي. هنا راه فيها الترموسه ديال الحراره، كتزيدو وكتنقصو كيف ما بغيتو، يعني خدمه اللي معتبره ما شاء الله. بالنسبه للثمن درنا واحد الثمن زوين بزاف، هادي يعني كنا جلناها عاود تقادات وبانت ليا ان شاء الله جد، قلت علاش لا اللي ما نشاركهاش معكم. الخدمه ديالها كلها كاليتي ما شاء الله، الثمن ديالها غندير لكم واحد الثمن بروموسيون اللي ما غاديش تلقاو في السوق نهائيا، 180 درهم 3600 درهم، عاود 250 درهم درنا لها 180 درهم. اللي عجب المنتوج راه الف مرحبا به، 3600 درهم. الناس اللي سولونا على بلاك ديال الضو، انسان مثلا ساكن مثلا فوق تقادتك البوطه بالليل، بزاف امور، غادي مسافر، كدير معاك هذا الريشو هذا، تبارك الله الرجلات ديالو قداش كبار، هذا ماشي دوك الشيء العادي الصغير، هذا فيه 1000 واط، هذا الكبير ديالو فيه 1500 واط، فيه الريكلا ديالو كتزيد وكتنقصو كيف ما بغيتو، كله اينوكس، كاليتي ممتازه ما شاء الله. لا مارك سوكاني، الشركة تبارك الله يعني جودة عالية ما شاء الله، يعني السلعة ديالها كل جربناها ما عمر حشمتنا مع الناس نهائيا. كتعطينا واحد عام ديال لاكارونتي، كما قلت لكم 1000 واط و1500، يعني الصغير كيكون فيه 1000 واط، الكبير ديالو 1500 ديال لي واط، خدمة نقية وحاجة ممتازة ما شاء الله. بالنسبة للثمن درنا فيه واحد الثمن زوين بزاف، عاود 350 درهم، اليوم إن شاء الله غادي ندير لكم 300 درهم 6000 ريال، كله إينوكس، خدمة نقية وحاجة ممتازة ما شاء الله. ومخدوم مزيان، كاليتي ممتازة، رجلين تبارك الله كبار وخدمة نقية، الثمن ديالو 300 درهم 6000 ريال. اللي عجبو أي منتوج راه ألف مرحبا به. شنو عاوتاني، كاين عاوتاني هاد لابلاك الساحرة، هادي كنقول أنا لابلاك الساحرة هادي، شي حاجة واعرة ما شاء الله، لا مارك دريم كيتشن غنية عن التعريف. هادي فيها 90 سنتيم، العبار ديالها في العرض راه فيه 23 سنتيم على 90، خدمة نقية وحاجة ممتازة. هادي راه يمكن لكم تسهل عليكم العمليه ان شاء الله مع سيدنا رمضان، بغرير مسمن حريشات بطبوط اي حاجه بغيتو. وفيها واحد الثمن زوين بزاف اللي هو 550 درهم، هادي 90 سنتيم 550 درهم، هادي راه نقصنا فيها اليوم 50 درهم، هادي 550 درهم. كاتب 600 درهم 12 ريال، ان شاء الله اليوم غادي ندير لكم 550، 2000 ديال لي واط، خدمه نقيه وحاجه ممتازه ما شاء الله. اللي عجبته راه الف مرحبا به، راه متوفره عندنا في المحل،
بالنسبه للناس كما قلت لكم، الناس اللي كيكونوا بداخل كازا بغا يجوا عندنا المحار، الف مرحبا بهم. المحار جا في سوق قرعه، سوق قرعه غنيه عن التاريخ. حنا جينا في الزنقه ديال المهندس زرابي والحيسيه اللي كتهبط مريض البال. راه غادي نخليكم الرقم ديالنا ان شاء الله في الاخر باش تواصلوا معنا. الناس اللي كيكونوا خارج على كازا وبغاو يستافدوا من هاد العروض اللي كنديروا، راه كنصيفطوا للناس جميع المدن. هنا كاين التوصيل فين ما كنتي في المغرب، توصلك السلعه ديالك ما كاينش مشكل، تتوصلك السلعه ديالك وقلب السلعه ديالك وديك السعاده ادي ان شاء الله باذن الله. وبالنسبه للناس اللي سولونا على ذاك البابي اللي كيدار في القلايه الهوائيه، الناس اللي خدوا القلايه الهوائيه واحد في البابي ما لقوش، راه حنا جناه لكم وجناه لكم بجوده ممتازه ما شاء الله. هذا راه فيه 100 بياسه، ماشي داكشي العادي ديال 13 درهم اللي كتلقاه صغير مثلا، فيه مارتي 15 بياسه، هذا فيه 100 بياسه. عندك قلايه يعني مربعه، ولا عندك قلايه دايره على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معنا، كاينه الدايره وكاينه المربعه. راه بجوج كيخدموا لكم يعني اي موديل، بغيتوا ديروا مربع راه كيخدم لكم في الدايره يعني اللي عجبو اي موديل راه الف مرحبا به. بالنسبه للثمن هذا راه ماشي ديروه غير في القلايه الهوائيه، يمكن لكم ديروه يعني في المقله، ديروه في الكوامل، ديروه في الميكرو اون، ديروه في ما بغيتوا، ما عندكمش مشكل كما كتشوفوا معنا هنايا. هي ماشي بالضروره غير قلايه هوائيه، اي يعني غذائي هذا ديروا في ما بغيتوا. بالنسبه للثمن درنا فيه واحد الثمن زوين بزاف اللي هو 60 درهم 12 ميدريال، هذا غير كادو للزبائن ديالنا. 60 درهم 12 ميدريال فيه 100 بياسه، خدمة نقية وحاجة ممتازة ما شاء الله. هاد لابروس السحرية هي راه جات من جديد تبارك الله، راه فيها 5 بياسات. راه يمكن لكم ترجعوا الفيديوهات ديالنا من قبل. الناس اللي كيسولونا على العجينات راه دوزناها في الفيديو اللي قبل، يمكن لكم ترجعوا الفيديو وتشوفوا العجينات راه مازال متوفرين عندنا الحمد لله. هذه هي دوزنا لها الفيديو ديالها من قبل، ومازال محافظين على الثمن ديالها اللي هو 230 درهم 4600 درهم، بقات فيها غير شي حاجة اللي قليلة بغيتكم تستافدوا منها. وجات هاد الموديل هذا جديد تا هو تبارك الله ما شاء الله، لابروز ديال الشهر، خدمة نقية وحاجة ممتازة. راه لحنا يعني الفيديو ديالها في لاباج راه يمكن لكم تشوفوا. الثمن ديالها 199 درهم، 4000 ريال 200 درهم. وبالنسبة للاخرى الكبيرة ديالها راه 230 درهم 4600 درهم. وكاين عاوتاني واحد الموديل، اسمح لي السي خالي، قلت لكم هادي بغيتكم كلكم تستافدوا منها. بورت موطو ديال الحوايج هادي يعني غالفانيزي، ما كتصدي ما والو، كتهز تقول تبارك الله يعني 48 كيلو. راه كاينه العاديه ديالها فيها غير 35 كيلو، هذه 48 كيلو، هذه راه ما كتعواج ما والو. كان ذوك الموديل الاخرين كيكونوا شادين غير بلاستيكات من الجناب كانوا كيعواجوا الناس، كاين اللي كتكون مشوده غير من الوسط يعني كتعلق فيها كنتم غادي هربانين لكم الحوايج ديالها. هذه لا، خدمه نقيه تبارك الله، يمكن لكم ديروا الفاليزات هنايا، ديروا الصبابط، ديروا اي حاجه بغيتوا. راه فيها جوج علاقات ماشي علاقه واحده، فيها 48 كيلو اللي كتهز عبار مخير. بالنسبه للمتراج ديالها هو راه باين يعني 110، كاين 110 على 70 على 40 على متر ونص. هنا عندكم 110، هنا في الدخله ديالها راه 40 سنتيم، هنا راه متر ونص. العبار ديالها هو هذا، اللي عجبته راه الف مرحبا به. بالنسبه لهذه راه متوفره عندنا حتى بالجمله، الناس اللي بغاو كيديروا الجمله هذه راه متوفره عندنا. بالنسبه للثمن بالعاود 350 درهم، ان شاء الله غندير لكم 300 درهم 6000 ريال. هذه راه بعض المواقع كيديروا لها 450 درهم حتى 500 درهم، حاولت نوفر لكم ان شاء الله ب 300 درهم 6000 ريال هذه. والناس حتى اللي كيبغوا بالجمله راه كان عندنا في الثمن ديال الجمله يتواصلوا معنا، راه الف مرحبا بهم. هذه كما قلت لكم 300 درهم 6000 ريال، راه في هذا اللون النوار هذا ماشي في البيض، هذه في النوار كما كتشوفوا معايا الخدمه ديالها راه هي هذه. شي حاجه اللي كاليتي ما شاء الله، شي حاجه واعره، بغيت كلشي يستافد منها. 300 درهم 6000 ريال. جبتكم عاوتاني هذا الموديل هذا، هذه منظمه ديال الاحذيه، شي حاجه اللي مخيره ما شاء الله، فيها 6 طبقات، كاليتي ممتازة، يعني ديزاين جديد، كاليتي واعرة. بالنسبة للثمن ديالها درنا واحد الثمن زوين بزاف اللي هو 150 درهم. اللي عجبو أي منتوج في هادشي اللي وريتكم راه ألف مرحبا به. بالنسبة للمحل كما قلت لكم راه حنا جينا في سوق قريعة بلوك بي، زرقة مولين زرابون حيسية. سولوا على إسماعيل وسولوا على إسماعيل عبد الرحيم، راه حنا كنكونوا جوج في المحل، ما لقيتونيش أنا كتلقاو عبد الرحيم. المهم اللي جا عندنا المحل كنبغيو يعني يقول لنا ودي راني جيت يعني من الصفحة ديال لوكس كويزين باش نديرو مع الثمن ديال البرومو ديالو. عند نتوما هادشي اللي كيدير على قبلكم نتوما، يعني ما يمكنش غادي تجي مثلا المحل وما تقول لي والو، ما يمكنش تستافد من هاد العروض اللي كندير. جي للمحل قول لي ودي حنا راه من طرف لوكس كويزين باش نعطوك الثمن ديالك ونتعاملوا معاك بالمعامله اللي كتستحق. هذا مكان، والف مرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.